بسم الله الرحمن الرحيم. رحلة الإسراء والمعراج آية من آيات رب العالمين سبحانه وتعالى، حيث أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس. أسأل الله العظيم أن يرده إلينا مردا جميلا، وأن ينصر أهله، وأن يهلك عدوه. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. وجاءت هذه القصة في صورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. هذه الرحلة المباركة جاءت تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اشتد الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كثر عليه الإيذاء واشتد به الإيذاء في مكة، وكثر هذا الإيذاء بعد وفاة زوجته خديجة التي كانت تسري عنه، وبعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يخفف عنه. اشتد إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الرحلة المباركة لتسلية قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وحتى يريه الله عز وجل من آياته العظيمة، من آياته الباهرة. فكانت هذه الرحلة المباركة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولكم، وأن يوفقنا إلى طاعته، وأن يوفقنا إلى كل ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.